خبر اتنشر على بعض مواقع التواصل عن كبراتنا وأجدادنا، منشور مهم قوي بيتكلم عن منحوت اتقال انه تابوت فرعوني من الجرانيت عمره 4000 سنة. حصل بقى شوية كلام، يعني الجدل المعتاد حول عظمة منتج المصريين القدماء، ما اقدرش اقول فرعون، ده غلط ساعات نقول فرعون. عظمه المنتج ودقه النقوش اللي على التابوت خلقت التحدي ده، وبعض الناس والمتخصصين قالوا الدقه دي ده مش نحت. انا قريت مقال قريب جدا عن فكره ان ازاي تعرف القطعه الاصليه من القطعه المزيفه، المقال بيحكي لك عن العظمه بتاعه المقاييس وعن السيمتريه وعن كل المعايير الجماليه اللي بتبقى موجوده في القطع الاصليه. لكن اتقال عن القطعه دي تحديدا مش مستحيل تتعمل غير باستخدام تقنيه الليزر، والصوره المتداوله دي للتابوت الحجري للوزير جامنفراك، يا رب اكون بنطقه صح، يعني من الاسره 26 اللي حكمت مصر بين القرنين 6 و7. التابوت معروض في متحف في المتحف المصري في مدينه تورونتو في ايطاليا. والسؤال بقى الكبير هو ممكن يكونوا المصريين القدماء عندهم اليات تطور وسائل، احنا النهارده مسمينها ليزر ما نعرفش وقتها كان اسمها ايه، ممكن يكون ده كان حاصل، ولا كل العظمه دي كانت منتج يدوي متقن للمصريين القدماء؟ دكتور حسين عبد البصير مدير متحف الاثار في مكتبه الاسكندريه ممكن بقى يدينا معلومات اكتر، وبالتاكيد هيبقى تابع الجدل اللي حصل حوالين هذا التابوت. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا دكتوره دينا، ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بحضرتك. احنا عايزين نعرف فعلا، انا ساعات كده اقعد اقول الناس دي كانت عظيمه قوي 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 كده وكانت متقدمه قوي قوي كده، هل حضرتك متابع الجدل على فكره انها مستحيل تتعمل غير بالليزر؟ الو، اي مع حضرتك يا فندم. اتفضل يا دكتور. بسال حضرتك عن بسال حضرتك عن التابوت المنحوت الموجود في تورونتو والجدل اللي حصل حواليه، اكيد حضرتك تابعت. هو طبعا الاسره 26 بالنسبه لنا والتابوت الموجود في متحف تورينو في ايطاليا اللي سيادتك اتكلمتي عنه ده من اجمل التوابيت اللي عندنا، وطبعا الاسره 26 دي بنسميها عصر النهضه او عصر الرينيسانس، لان هم قاموا بدور مهم جدا في احياء فنون الدوله القديمه والدوله الوسطى والدوله الحديثه، بصوا للماضي بعين الاكبار والاجلال واعادوا هذه الفنون مع وضع اللمسه الشخصيه الخاصه بيهم في هذه الأسرة، ودي كانت نقدر نقول يعني الابتسامة المبتسرة أو آخر حاجة بالنسبة لنا عظيمة جدا في مصر القديمة قبل الاحتلال الفرس وقبل مصر ما تحتل من الإسكندر الأكبر وتتحول إلى مملكة بيحكمها الغرباء اللي هم البطالمة. لكن احنا عندنا من عصر الدولة القديمة، عندنا من عصر الدولة الوسطى الادوات اللي هي استخدمها المصريين القدماء الخاصه بالنحت. لو حضرتك رحتي متحف الحضاره في الفسطاط تشوف في جزء اوريدي مخصص لهذه الادوات، فضلا عن عندنا الباعثة الفرنسية في بني سويف ايضا اكتشفت ادوات خاصة بكيفية البناء في عصر الملك خوفو في عصر الاهرامات، وعندنا تابوت من البرشة من عهد الدولة الوسطى بخص واحد اسمه الجحوتي حتب، البرشة دي في المنيا، التابوت كبير جدا وبيسحبه حوالي 172 واحد حضرتك، وبنشوف ازاي كانوا بيسحبوه بزلاجة بسيطة كده يعني زحافة، وكانوا بيحطوا المية قدامه عشان المية مع الرمل اللي هو ماشي عليه، والتابوت مصنوع من الالباستر ما يحصلش احتكاك، لان لو حصل احتكاك ممكن يولد طاقه يعني حاجه زي حاجه تاثر على جسم التمثال نفسه، فالتمثال ده وفي نفس الوقت ان لما الميه تتحط على الرمل بتخلي التابوت يعني الناس بتسحبه بيندفع للامام بقدره لتصل الى الضعف. كل الحاجات دي موجوده في مصر، عندنا واسئله كتير عن مثلا عن نقل المسلات، ازاي المسلات دي كانت بتنقل؟ طبعا كان بتتنقل من اسوان من الجرانيت، ولو حضرتك رحت هناك في مسله لم تكتمل من عهد الملكه حتشبسوت موجوده من زمان، المسله الناقصه هناك موجوده في اسوان، فكانت بتنقل عبر نهر النيل من خلال المراكب وتصل الى الاقصر وتصل عندنا مسله سنسرت الاول اللي موجوده في عين شمس. لكن انا سؤالي تحديدا يا دكتور كمان، اي فاتفضلي، أنا سؤالي تحديدا عن هذا التابوت وعن فكرة الحفر بالليزر أو بأي طريقة مشابهة، هل ده وارد أن يكون حصل وقت المصريين القدماء، ولا الأدوات اللي حضرتك بتقول عليها توصل بينا للدقة دي؟ يعني المكتوب أو المتداول وكأنه محاولة للفهم والبحث
فازاي الدقة دي وصلوا لها بالأدوات اللي موجودة واللي حصلنا عليها؟ هو طبعا هم استخدموا التكنولوجيا العادية جدا اللي هي موجودة في فترتهم الزمنية والأدوات البدائية، لكن كان عندنا عقول يعني نابغة كانت موجودة في المعبد المصري اللي هو بنسميه البير عنخ، فكان عندنا عقول على أعلى مستوى من التفكير، فكان عندنا إيم حطب مثلا اللي بنى الهرم المدرج بتاع سقارة، ده الراجل ده كان جينيوس وكان عبقري وبنى هذا الهرم في من حوالي 4700 سنة حضرتك، وما كانش في أي بناء حجري في العالم، ووصل بهذا المعمار إلى حوالي 60 متر في حاجة لم تحدث من قبل في تاريخ البشرية، فكان مذهل، وبدليل المصريين القدماء نفسهم كانوا بيبصوا له بنوع من أنواع التقدير والاحترام، ما كانوا بيجي يكتبوا يقولوا باسم إم حطب زي ما احنا نيجي نقول بسم الله الرحمن الرحيم مثلا بنيجي نكتب، فكان من كتر العظمة بتاعته أنه عمل هذا البناء الهندسي المعجز. فكل الأدوات دي المصريين ما استخدموش الليزر، بس هي طبعا من كتر اما تروح حضرتك السرابيوم أيضا، شوف التوابيت بتاعة العجل أبيس إزاي دخلت بهذه الضخامة، التابوت نفسه بيصل الى حوالي 100 طن، الغطا 30 وجسم التابوت 70، في احد التوابيت حبوا يخرجوها في عهد الملك فاروق، وحضرتك هتروح هناك تلاقيه موجود ما عرفوش يحركوه وخرجوه من ذلك النفق، فكل ده بيؤكد ان هم كانوا بيحبوا شغلهم، كانوا بيشتغلوا بذمه وبدقه، وكان عندهم ادوات بدائيه، لكن هم كانوا متفوقين عقليا وكانوا مخلصين في العمل بتاعهم. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسين عبد البصير مدير متحف الاثار بمكتبه الاسكندريه. كل جدل حوالين آثار مصر هو جدل صحي جدا، وكل يعني محاولة لفهم أسرار المصريين القدماء ممكن تقول لنا إجابات وممكن، لكن في أغلب الأوقات بتقول لنا عن الإتقان وعن قيمة العمل وعن هؤلاء الأجداد اللي سابوا ميراث يعني هنفضل إحنا وأجيال بعدنا كتير تحتار في مدى قيمته، وهيفضل أهم ميراث لينا قد ما هو عظمة أجدادنا، لكن كمان قدرتنا على أننا نحاكي ولو نص هذا الإتقان.